صباح النور والسرور مشاهدينا الكرام، تصبحوا وتربحوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، في احسن حال واحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناتكم ديفاغ نهيلة، ومرحبا بكم في فيديو اليوم. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم فطور ديالي البسيط، نتمنى يعجبكم ويروحكم ونكون خفيفه عليكم في المشاهده مشاهدينا الكرام. كذلك جيت نشكر كل المتابعين والمتابعات ديالي القدام والجداد داخل المغرب وخارج المغرب، منهم مغاربه عرب اجانب، الله يوفق الجميع. كنشكر كل صغير وكبير اللي تعرف على القناه ديالي ومتابعني من خلال القناه ديالي، وتعرفت عليهم من خلال القنوات ديالهم، الله يوفق الجميع. واللي عنده شي نيه الله يقضيها ليه، واللي عنده شي غرض الله يوفقه ليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كذلك شكر وتقدير لكل واحد كيخلي لي تعليق زوين، كلمه طيبه زوينه في حقي اللي كتشجعني وكتخليني نزيد درجه درجه للامام ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا كذلك للاخوات ديالي اللي كيشجعوني من هذا المنبر. كنتمنى القناه ديالي ديفاغ نهيلة تكون كتعجبكم وتروحكم وكتستافدوا منها كما كنستافدت انا من القنوات ديالكم، والله يوفق الجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. باش كتكون المشاهده ديالي صادقه مشاهدينا الكرام، ان التعليقات ديالكم ما كنجاوبش عليها في القناه ديالي مباشره، ملي كنلقى التعليق كنلقى كندوز نيشان الفيديوهات ديالكم باش ما نضيعش الوقت وتكون المشاهده ديالي صادقه كامله. هذا هو الضيف ديالي مشاهدينا الكرام اللي كنحس به تجاهكم، ما كنجاوبش على التعليقات ديالكم. واخر الكلام الله يوفق الجميع وسنه سعيده بكل المتمنيات اللي كنتمناوها ان شاء الله الرحمن الرحيم.